الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى وأكرمنا فرض عنا معهم يا رب العالمين. في مثل هذا اليوم الطيب المبارك التاسع عشر من رمضان، على قول كثير من أهل العلم والسير، حدث حدث عظيم في تاريخنا الإسلامي، له شأن كبير وأثر بالغ، ألا وهو فتح مكة، ذاك الفتح المبين العظيم الكريم الذي أعز الله تعالى به دينه ونصر به رسوله ورفع به كلمته وأزهق به الباطل بعد أن كان له جولة وجولة. وقوع يوم الفتح في التاسع عشر من رمضان هو قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال قد وقع في نفس يوم غزوة بدر في السابع عشر من رمضان، وكلا القولين قول صحيح جيد وثابت ووارد. فتح مكة جاء بعد 8 سنوات من الهجرة وبعد 6 سنوات من غزوة بدر الكبرى. وقد ذكرنا منذ يومين بعض العبر المستفادة من تلك الغزوة العظيمة المباركة، وأود أن أشير أيضا هنا إلى بعض العبر المستفادة من يوم فتح مكة، فإن قصص السيرة شأنها عظيم وكلها دروس وعبر للعباد، لمن يحتاج أو للمؤمن الذي يحتاج للتأمل والانتفاع والاعتبار. الفائدة الأولى والموعظة الأولى تتعلق بأصل القصة وسببها، وذلك أن جماعة من قريش قد نصروا جماعة من بني بكر على خزاعة. بنو بكر وخزاعة من قبائل العرب، وكانت خزاعة قد دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلت في حلف قريش. فجاء رجالات من خزاعة ليؤدوا العمرة في مكة، فتلثم رجالات من بني بكر وهم أعداؤهم، تلثموا في الليل واتصلوا بقريش وغدروا بخزاعة وهم يطوفون بالبيت الحرام، فهاجموهم وقتلوا جماعات منهم. ومعلوم أنه عند الكعبة المشرفة المكان آمن، هذا الأمر معلوم منذ زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، لذلك كان الغدر في مكة وعند الحرم بالذات من أشنع وأسوأ مراتب الغدر. فلما حصل هذا انطلق رجال مسرعين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ويحدثونه بالمصيبة الفادحة. قتل ما يقرب من 20 إنسانا ظلما وعدوانا على يد هؤلاء المجرمين الغادرين وبمساعدة قريش. أقول هذا كان واقعا بعد صلح الحديبية، الصلح الذي اتفق فيه الفريقان على أن يمتنعوا عن القتال 10 سنين. لم يمض على الصلح إلا 2 سنين فحصل هذا الغدر. وصل رجل من بني خزاعة إلى المدينة فدخل المسجد ووقف عند بابه وأمسك بحلقته ثم أنشد يقول: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله إن تجردا إن سيم خسفا وجهه تلبدا. قالوا: فكان رسول الله جالسا فقام ودمعت عيناه وقال: لا نصرني الله إن لم أنصرك. هذا هو الدرس الأول: إن لم ينصر المسلمون بعضهم، إن لم ينصر المسلمون المظلوم ويأخذ حقه من الظالم، فلا نصر لهم من الله عز وجل.
إذا لم يعينوا المظلومين للوقوف في وجه الظالمين فلا نصر لهم. وهذا الذي نراه في عصرنا، المظلومون في أرجاء الأرض من المسلمين بكثرة كاثرة، وندر من يساعدهم على أكثر ما يستطيع، قد يرفع يديه فيدعو لهم ولا يزيد. قال: ماذا بأيدينا نحن كأفراد؟ أنا ما أخاطب كل فرد بعينه بأن بيده نصرا عظيما، أنه هو الذي سيأمر باحتلال أو بمحاربة الكفار، فليس بأيدي الأفراد من هذا شيء. ولكن لما تخاذلت جموع الأمة ومجموعها عن نصر بعضها بعضا، وبخاصة إذا كان الظلم واقعا عليها، رأينا ما الذي حل بنا، وكلنا إلى أنفسنا، فلم يعد ينزل علينا النصر من الله عز وجل. الدرس الثاني: بعد أن فتحت مكة ودخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها كريما معظما مبجلا، كانت هيئة دخوله وحدها درسا بليغا. وصفها بعض الصحابة فقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد حنى رأسه حتى إن لحيته لتمس ظهر راحلته. هيك دخل سيدنا النبي. معلوم أن المنتصرين في كل عصر وزمان يدخلون منتشين، فاردي وجوههم، فاتحي صدورهم، مستكبرين على عباد الله، يأمرون بما شاءوا وينهون عما شاءوا، ويقتلون ويفعلون ما أرادوا، لا يدخلون بصورة المتواضعين. أما رسول الله معلم الناس الخير فقد دخلها بصورة المتواضعين، حنى رأسه وخفض رأسه وقال، يقول: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. فالذي يريد المعونة من الله تعالى لا ينسب شيئا إلى نفسه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. إن كانت عندك قوة أو ثروة أو علم أو ذكاء أو جاه أو صحة، فانسبها لصاحب الفضل الذي أعطاك إياها، يزدك منها ويثبتك عليها. كن شاكرا لمولاك معترفا بفضله عليك. الدرس الثالث والأخير، وفي قصة فتح مكة عشرات من الدروس أنتقي انتقاء. الدرس الثالث: لما وقف رسول الله عند الكعبة وقد اجتمعت قريش أمامه جميعها تقريبا، ونظر إليهم وأمعن النظر فيهم، ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فأجاب أحدهم، قال: خيرا، تفعل بنا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فأجابهم سريعا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الدرس الثالث هو العفو عند المقدرة. إن مكنك الله تعالى ممن آذاك، سواء كان قريبا أو غريبا، فإن استطعت أن تتركه وقد عفوت عنه ولم تنتقم منه، فإن لك أجرا عظيما لا يعدله أجر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب يا ربنا أن تغفر لنا. فإذا أمكنك الله تعالى ممن أساء إليك فاعف عنه لوجه الله تعالى، فإن لك بذلك عزا عند الله لا مزيد عليه ولا يشبهه شيء. هذه بعض دروس يوم الفتح
اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير، ورد عنا أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، والحمد لله تعالى رب العالمين.